التعامل مع الحالات اما بعد الاحصائيات اللي كترسل عن طريق 141 او الحالات ديال المواطنين اللي كتوصل بهم سنة. اذا السلام عليكم وكنشكركم على هذا السؤال. معنا الدكتور محسن بريري مكلف يعني ب دكتور محسن بريري رئيس مصلحه شبكه المؤسسات الصحيه بحكم العرائش والمسؤول عن الخليه الوبائيه ولا خليه اليقظه الوبائيه وطرق ولا فريق التدخل السريع بحكم العرائش. اذا هذا السؤال صراحه جد وجيه غير باش المشاهدين يعرفوا مجال العمل ديالنا اللي واحد العمل صراحه اللي قليل اللي كيعرف العمل الميداني لان كما كنقولوا واحد الجنود كيخدموا وراء الستار. اذا خليه ديال التدخل السريع هي واحد الخليه اللي كتكونات يعني تقريبا من سنتين واللي تكونات على مستوى عالي في المدرسه الوطنيه ديال الرباط. يعني كان واحد التكوين اللي هو كان وطني. عملنا مؤخرا على تكوين وتكوين مستمر يعني واحد الفرق الحمد لله اللي حاولنا مجموعة العدد ديال مهني الصحة. ودابا الفريق ديالنا كيتكون من 8 ديال الفرق اللي هي مقسمة الإقليم كامل يعني كاين واحد التغطية شاملة ديال التراب الإقليم. العمل ديالنا هناك تتبع ديال المخالطين باش نزيد نوضح اللي كتكون شي حالة مشتبه فيها لا قدر الله كيكون مثلا أخذ العينة كتعطينا مجابة كنجيبو داك المريض كيجي للمستشفى. هنا كتبدا يعني استراتيجية أخرى تبدا عمل استشفائي العلاج ما تبعه. في هذه الحالة كيكونوا مخالطين حنا كنجردو كاين واحد الخلية ديالنا كتجرد جميع المخالطين. هاد المخالطين تيتم التتبع ديالهم يومي وتعطيونا الحصيلة اليومية باش كنعرفو الحالة ديال المخالطين واش دارتهم شي أعراض أو ما دارتهم أعراض. لا قدر الله دارت شي أعراض فكاين فريق ديال التدخل السريع اللي كيكون مجند 24 ساعة على 24 ساعة يعني مجهز جميع الوسائل اللوجستيكية من سيارات من وسائل يعني ديال اللوجيستيك اللي كيخرج حتى للميدان حتى للمنزل ديال المعني بالأرض. قصدها باش تشوف الحالة ديالو تكون معهم طبيب طبعا باش كنشوفوا واش ظهرت شي أعراض أو لا ما ظهرتش أعراض. إذا بان شي أعراض شكينا في الحالة ديالو تيتم كناخذ العينة باش كندرسوها وكذلك كنرجعوا للخلية. عندنا واحد الخلية أو واحد الفريق اللي هو إداري على مستوى المندوبية. هاد الفريق الدور ديالو هو اللي كتوصل بالمعلومات ديال الفرق الميدانية اللي كيحللها عبر واحد يعني واحد الشبكة واحد لابليكاسيون. كنجمعوا المعلومات عندنا استجابة كيفرقوا تفرقوا الخدمات ديال الو يقظة لأن باش نزيدو نشرحوا بعض المسائل بأن الو يقظة المواطن كيعيط لك الرقم 141 141 كيصيب ديك الرسالة نصية اللي عندي شخصيا ولا الحساب ديالي أنا شخصيا يعني في نفس الوقت كنصيبها لرئيسة الخلية ديال الو يقظة اللي هي كتفرقها للإخوة اللي كيتصلوا بالمواطنين. ولا ظهرت شي حالة كاين فريق مجند ديال التدخل السريع هذا عمل آخر ميداني اللي كاين واحد التنسيق بيناتنا اللي كي بعد ما كتخرج الشهرة كيخرج حتى عند المواطن وتما كيبدا دونك العملية. واش عنده أعراض واش ما عندوش أعراض عنده أعراض دونك حاجة أخرى ما عندوش أعراض يعني كاين واحد باش نبين أن كاين واحد التنسيق واحد العمل يومي. في آخر اليوم يعني تكون واحد الحصيلة اللي هي كنعرفو شحال ديال العدد ديال العينات اللي تخدا وشحال العدد اللي خرج لنا مثلا موجبة ولا سالبة شحال العدد اللي شفناهم عندهم أعراض شحال العدد اللي شفناهم ما عندوش أعراض. وكندير واحد الجرد واحد الدراسة يعني مع الفريق يعني في آخر ساعة من الليل اللي كيتم بعد كيكون واحد يعني واحد المسائل اللي كان يعني الحصيلة ديال اليوم اللي كان يعني كنفاليديها وكنصيفطها رسميا باش كنعطيو الوضعية ديالنا. دكتور الإخوان أعضاء الفريق ديال التدخل اللي الحمد لله مواكبين شرف وان شنو ما كيشرف لنا في كل نهار باش نعتذر على القبيله اللي كان عندي لقاء مع الكفار ما قدرتش نجاوب. سي محسن نوصل مع سي محسن اذا كان شي اسئله اخرى متعلقه يعني بالتدخل ديال الفريق الطبي ديال الكوفيد يعني والصعوبات يعني اللي كيواجهها يعني من ناحيه ديال التدخل يعني في بعض الاحياء خاصه مدينه العرائش تتميز يعني ببعض الخاصيات على مستوى الاحياء الشعبيه يعني ربما كتفتقر لبعض البنيات او من ناحيه يعني صعوبه التدخل في بعض الاحياء ايش يمكن تقول على الصعوبات اللي كتواجهكم يعني اثناء التدخل؟ يا اخي بتجربتي في العمل الميداني ولا في المجال الوبائي
كما كنقول باش نعاودوا نشرحوا الامور، كاين فريق اللي تدخل سريع، هذا ميداني كيخرج من لهم الاخوان الحمد لله اللي كتشوفوا البيضه البيضاء، هادو من الناس اللي الحمد لله خضعوا لواحد التكوين وواحد التكوين مستمر، واللي يعني رجعوا معنا، دخلوا معنا في المجموعه، دابا تكونت ديال الفرق وغادي كتكون الفرق كتزيد كتكون الحمد لله. يعني هذا المشكل ديال العنصر البشري ما بقاش عندنا مشكل، تكون مستمر ما بقاش عندنا مشكل، يعني كنتأثر يومي مع الاخوان اللي كنعطيهم الحمد لله ما اوتينا من معلومات ومثلنا من تكوين. نرجعوا للعمل الميداني، العمل الميداني اخي دونك كما درت عندنا الحمد لله اللوجيستيك الكافي، يعني لا صعوبه ديال مثلا ديال الطريق او لا يعني طرق واعره او لا دواوير كما قلتي او لا احياء، فكاين الحمد لله سيارات رباعيه الدفع اللي كتغني ديال دخلت يعني الصوره كما كان النوع ديالو يعني اكسيسيبل توصل لاخر نقطه في الاقليم. عندنا حاجه ديال الاخرى اللي كنشكر عليها يعني السلطات الاقليميه، من هنا كنشكر السيد العام المحترم في هذا المنبر هذا اللي وضع تحت الاشاره ديالنا واحد رجل السلطه اللي دائما كيساندنا، دائما كيخدم معنا في المهمات ديالنا. انا كنشكرو من هذا المنبر لان الجوده ديالو هي جد جباره، اللي هو السي مروان دائما حاضر معنا هنايا، يعني اي ساعه كنخرجوا الا وكيكون معنا باش غير معنا حنا كمسؤولين حتى مع الفريق اي فريق ولا تيكون متواجد ليل نهار هنا، كنشكرو لان باش ما دوش هذه لان كيقوم واحد الخدمات هي جليله. دونك مادام كاين معنا الحمد لله السلطات المحليه يعني في واحد نسمع السلطه ما كنلقاو ادنى مشكل، جميع الفرق كتخرج الحمد لله مع السي مروان اللي كيحاول ينسقنا في اي منطقه ولا اي حي مشينا، الا كنلقاو واحد رجل السلطه كيتسنى باش كنمشيو قاصدين يعني المنزل بلا ما كنلقاو اي مشكل على مستوى الميدان. دكتور بالنسبه للاجراءات اللي كيعمل عليها فريق التدخل السريع، عفوا، واش هي اجراءات الكشف قرب المتتبعين وقرب ساكنه مدينه العرائس من الاجراءات اللي كيعمل عليها الفريق؟ اذا غنعاود يا اخي حتى السؤال تجاوبت عليه غير باش نزيد نوضح، هذا فريق اللي الدور ديالو هو اولا الكشف، ثانيا التتبع. ما كنهضروا على الكشف، كتكون تنتلقاو رساله من الو يقظه ديال المواطن فكتوصلوا بها، اي رساله كتعيطوا لي المواطن كيعيط لي الو يقظه الا كتصلني انا شخصيا، انا كنعطي واحد الخليه كتفرقها للاخوان اللي كيتصلوا بالمواطنين. هنا كيكون في اخر اليوم تنبرمجوا يعني العمل ديالنا، كتكون واحد اللائحه كنحصروا فيها جميع دوك المكالمات كيجيونا في الو يقظه باش الصباح ان شاء الله الفريق الاول ولا الثاني غادي يخرج كنسلموا ديك الدول يعني بالعنوان ديال المواطنين بالهاتف ديالهم كيتوصلوا يمشيو عندو حتى للدار حتى للمنزل. هنا كيبقى عمليه الكشف، اذا كانوا اعراض كيظهروا ظاهر الاعراض عليه وكانت يعني كنديروا واحد الدراسه يعني ايبيديميولوجيه او لا واحد انفستيغاسيون كنسميوها، ولقينا ان مخالط الحاله مثلا كانت موجبه ولا كان شي شبهات وعندو اعراض حامل الاعراض، ساعات نلجؤوا اننا ناخذ